بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن نتائج امتحانات البكالوريا. نريد من خلالها أن نهنئ الناجحين والناجحات، ونتمنى الفوز للمنتظرين إلى الدورة الاستدراكية، وندندن معا حول امتحانات البكالوريا واستعدادات التلاميذ وانتظارات الأهل والوالدين والأحباب والأقارب والجيران. نيل شهادة البكالوريا مهمة للغاية، كانت منذ زمان بعد الاستقلال كانت البكالوريا عندها هم وشان ومقام رفيع في قلوب المدرسين والمدرسات وطلبة العلم. كان بالبكالوريا يستطيع الإنسان أن ينال المراكز المهمة في نظام الدولة، يقدم القرارات ويوجه السياسة العامة للبلاد. اليوم البكالوريا ما هي إلا شهادة تتوج مرحلة الثانوية، ولكن النجاح في البكالوريا ضمان لتأشيرة المرور نحو المرحلة الجامعية، لأن من أراد ويرغب في الانتقال إلى الالتحاق بالتعليم العالي أو التكوين المهني عليه أن يمر بمحطة البكالوريا. طبعا النجاح هو قابل للتحقيق، البكالوريا ليست شيء خطير ولا ليست شيء مستحيل، هي كل ما فيها النجاح فيها مرهون بمستوى وفعالية التنظيم والاستعداد الجدي، وهذا أمر يسير إذا توفرت الإرادة والرغبة في النجاح. كنلاحظوا في الأوساط الشعبية، بل حتى في الأوساط اللي هي تبدو متقدمة، أنه ما إن يتقدم أحد الأولاد والبنات لامتحان البكالوريا إلا وكالقول العائلة تنظم حالة استنفار قصوى، بل هناك من يفرض حالة طوارئ في المنزل لأنهم محتاجين للهدوء التام حتى يتمكن هذا المرشح للبكالوريا من أن يحفظ دروسه ويراجع ويركز. حتى إن بعض العائلات تسن قرارات، منهم من يمنع الخروج من المنزل للتنزه أو للترويح عن النفس، ومنهم من يمنع المشاهدة في التلفاز، ومنهم من يزيل الهاتف، وغيرها من الأشياء. كل هذا حتى يركز الطلبة والطالبات في دروسهم، لأنهم في مواجهة الشبح الخطير الذي اسمه البكالوريا. نلاحظ أن هناك تهويل لهذه الامتحانات كلما اقتربت، الحديث عنها يطال مواقع التواصل الاجتماعي، والآباء والأمهات يضعون أيديهم على صدورهم، وهيئة التدريس ووزارة التعليم، الكل في استعداد كبير. لماذا هذا التهويل لامتحانات البكالوريا؟ مرده أنه يرسخ لفكرة كون أن هذه الامتحانات هي محطة نحو المستقبل، لأن البعض يعتقد بأنه دون شهادة البكالوريا سيتوقف مسار التلميذ والتلميذة، ولا يمكن للطلبة أن يرتقوا إلى المدارج العليا في التعلم. كلقوا كذلك عائلات، وشهدناهم مؤخرا مع هذه النتائج، أنهم لا يرضون بميزة تكون بسيطة، مقبول أو مستحسن، لأن هذا قد يمنع أبنائهم وبناتهم من ولوج المدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود. هناك آباء وأمهات يرغبون في أن أبنائهم يحصلون على البكالوريا بنقط عالية جدا، ومن ثم يليجون كلية الطب أو كلية الهندسة أو غيرها من المدارس العليا التي تضمن مستقبل
شاسع للتوظيف وللاستثمار. ولهذا نجد وقد سمعنا عدد كبير من التلاميذ والتلميذات يبكون ويشتكون لأنهم شعروا بأنهم ظلموا، أن النقطة التي ينبغي أن يحصل عليها جاءت أقل بكثير مما كان يتمناه، خصوصا أن مساره الدراسي كان غادي في تصاعد، ولكن هناك من شعر بأنه ظلم. بعض التلاميذ يعتبرون بأن الامتحان هو عبارة عن حرب، ويقولون فيما بينهم الحرب خدعة، ومن ثم بعضهم يستعمل كل الأسلحة المشروعة والغير المشروعة لانتزاع معدل يكون مرتفع. ومن الطلبة والتلاميذ من سمعناهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرددون المقولة الشهيرة لنيكولا ميكيافيلي صاحب النظرية الميكيافيلية في كتابه الأمير، التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. وشهدنا بأن بعضهم يستعمل غش للوصول إلى النتيجة. لكن هذه السنة 2021 متميزة، لأن نسبة النجاح الحقيقية كانت مرتفعة، وهي إن دلت على شيء تدل على أن نظامنا التعليمي رغم ما يقال عنه من سلبيات وما يعتوره من عراقيل، تبقى منظومنا التعليمية على كل حال مشرفة وفي مستوى رفيع. فنسبة النجاح خلال الدورة العادية للبكالوريا هذه السنة مرتفعة جدا، الشعب العلمية والتقنية كانت نسبة تكون منخفضة، لكن هذه السنة رأى تقريبا 66.55%، يعني نسبة كبيرة جدا. هذه النسبة لم نحصل عليها إلا 3 أو 4 مرات منذ حصول المغرب على الاستقلال. أما الشعب الأدبية والتعليم الأصيل فهذه السنة مرتفعة، يعني بلغت تقريبا 73%. وفي بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نسبة النجاح تبارك الله ناهزت 74%، يعني نسبة راقية جدا. يقال هذه الثالثة من حيث المعدل القياسي في تاريخ المغرب، وهذا يدل على أن الحمد لله الوضعية رغم كل شيء هي مشرفة. إذا لاحظنا الأحباب ديالنا اللي هما التلاميذ المكفوفين والمكفوفات، فالمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين أيضا تفتخر هذه السنة وتشيد بأن نسبة الناجحين في صفوف المكفوفين المتدرسين المتمدرسين وكذلك ضعاف البصر راح حصلوا على 92%، يعني نسبة كبيرة جدا. وكان أعلى معدل لتلميذ مكفوف حصل على 17.09، تلميذ رضا كريش من معهد محمد السادس لتربية تعليم المكفوفين بإقليم تمارا. فنهنئ المكفوفين والمكفوفات على أنهم يستطيعون تحقيق المعجزات. إذا كان في مصر هناك طه حسين، وكان في التاريخ العربي هناك مجموعة من المكفوفين الذين وصلوا إلى أعلى الرتب في الثقافة والفكر والعلم، فالحمد لله حتى في عصرنا هذا هناك مكفوفون ومكفوفات عندهم من البصيرة ومن الذكاء ومن الهمة العالية ما يستطيعون به أن يحققوا نتائج باهرة. فتصوروا تلميذ مكفوف يحصل على معدل في البكالوريا 17 نقطة على 20، هذا جيد جدا. لكن إذا نظرنا إلى الامتحان الوطني لنيجة البكالوريا هذه السنة تبارك الله كانت مفاجأة عظيمة. مفاجأة أن واحد البنية صغيرة استطاعت أن تحقق المعجزة، وصلت المعدل ديالها 19.53، يعني نقطة مذهلة. يعني هذه طفلة معجزة، هذه بنية مراكشية كتقرأ في مسلك العلوم الفيزيائية، واللي تابع مواقع التواصل الاجتماعي غادي يلقى مجموعة صور كيف أن العائلة والأهب
الأهل والأحباب والجيران استقبلوها بالعمارية وداروا لها الدقة المراكشية لأنها توفرت على أعلى معدل بكالوريا في المغرب، رقم في حقيقة اللي هو يا مثير 19.53، يعني قربت جيب 20 على 20، يعني الطفلة أو التلميذة المعجزة. وهذه البنية هذه استطعت أنها توصل لهذا المستوى، كتقول لأن والديها كانوا مهتمين بها، كانوا كيعاونوها طوال مسيرتها الدراسية، كذلك الأطر التربوية اللي كيقروا في المدرسة كلهم كانوا كيعاونوها وياخذوا بيديها، وكيشهدوا بأن هذه التلميذة كانت مجدة ومثابرة، فمن زرع شيئا حصده، زرعت الجد، زرعت المثابرة، حصدت النجاح الكبير. فنحن نهنئ كل الناجحين والناجحات، ونتمنى لهم إن شاء الله تعالى المزيد من التفوق، ونسألهم أيها الطلبة أيها التلميذات والتلاميذ، إذا كنتم قد حصلتم على هذه الشهادات، فما هي الأفاق المستقبلية؟ ما هي أفاقكم المستقبلية بعد التخرج وبعد حصول البكالوريا؟ هل سيكون مصيركم الجامعة العمومية؟ ما دورها وما قيمتها؟ نريد أن نسمع منكم قيمة الجامعة المغربية التي خرجت أفضل أطر البلد. وهل لك رأي آخر؟ أريد فقط أن أجدد التهنئة لعنصر النساء، لأن لوحظ بأن نسبة النساء في تفوق الإناث على الذكور خلال هذه الدورة كانت جيدة، يعني من أصل كل 10 ديال الناجحين الأوائل كاينين 8 الإناث. تصوروا معي هذه إحصائيات الرسمية، يعني من بين 10 الأوائل 8 ديال الإناث، يعني نسبة عالية، تفوق كبير للفتاة المغربية. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الحمد لله الوضعية ديال بناتنا وفلدات كبدنا أنهن في وضعية حسنة. كنسمعوا بين الفينة والأخرى ما بقى حياء، ما بقى علم، ضاعت الأخلاق أبدا، هذا غير في واحد الأوساط اللي هي محدودة، وكيقولوا في المثل المغربي حوتة وحدة كتخسر الشواري. ولكن الذي يبدو بأن الفتاة المغربية والتلميذة المغربية ناجحة، فكنقولوا لكل الناجحين والناجحات مبارك عليكم، ونقول للسادة الأساتذة والأطر التربوية بارك الله في جهودكم، هنيئا لكم أنتم أيضا، لأنه يجب أن تكونوا فخورين بهذه المهنة، مهنة الأستاذ والمعلم. الأستاذ والمعلم يكون أجيال المستقبل، الأستاذ الصالح يخلق مجتمعا صالحا. أقول لك اعطيني أستاذ صالح سأخلق لك مجتمعا صالحا، اعطيني أستاذ فيه مشاكل ستجد هناك مجتمع مضطرب. وبالمقابل نتمنى حظا سعيدا لأصحاب الدورة الاستدراكية، واحد المجموعة من أبنائنا وبناتنا لم يحالفهم الحظ، وربما هناك ظروف الامتحان قد تؤثر بشكل كبير على نفسية بعض المترشحين، فالعمليات التنظيمية لكي توفرها مراكز الامتحانات من حيث توزيع الأجنحة وقاعة الامتحان، كيفية استقبال المترشحين، طريقة توزيع الأوراق، وكذلك أوراق إما كتكون للأسئلة أو للتسويد، هذه كلها طريقة عملية قد تخلق توتر وتخلق اضطراب في نفسية بعض التلاميذ والتلميذات. كذلك بعض أعضاء الحراسة الذين يراقبون سير العملية، ربما طريقتهم ونظرتهم كتخلي التلميذ والتلميذة ينزعج. هناك بعض الآباء والأمهات كيقولوا ولدتنا جابوا نقاط ناقصين أو لم يوفقوا. ربما قد يكون طريقة المراقبة من طرف أعضاء الحراسة تكون مخيفة ومقلقة، فيشعر التلميذ كأنه مجرم وكأنه الأصل فيه عدم البراءة حتى تثبت براءته، وهذا يؤثر على نفسيته، وخصوصا ما يتعلق بالزيارات المباغتة. هناك زيارات مباغتة قد تكون بين الفينة والأخرى في بعض القاعات،
لرؤساء مراكز الامتحان وأعضاء الملاحظين، ومن ثم هذه الزيارة تكون مستفزة أحيانا لبعض التلاميذ والتلميذات. هذه عوامل كثيرة قد تؤثر على نفسية بعض الطلبة والتلاميذ، ولهذا كتكون نتائج الامتحان ضعيفة، مما يضطر بعضهم أنه سوف يعيد الدورة الاستدراكية. لكن اللي كيشعر بالألم الكثير هو اللي نجح ولكن بنقاط ضئيلة، هذا هو اللي مؤلم. اللي عنده دورة استدراكية ما زال عنده أمل أنه قد يبدع، قد يستفيد من الأخطاء، ولكن اللي هو نجح وبنقاط ضعيفة غادي يبقى حصل كيشعر ماذا سيفعل بهذه النقاط. لن تخوله الولوج إلى مدارس عليا اللي هي محدودة الاستقطاب، لن يدخل إلى كلية الطب، كلية الهندسة، كلية أخرى اللي معروفة بمستقبل زاهر. لكن كنبغي نقول أن اللي يرسب أو تعثر في البكالوريا، كنقول هذا ليس عيبا، هي البكالوريا مجرد فرصة، فرصة لإعادة بناء الشخصية لمواجهة كل الصعاب. وإن شاء الله تعالى نتمنى للشباب والتلاميذ والتلميذات الذين لم يوفقوا في النجاح أن الدورة الاستدراكية تكون لهم فرصة لاقتناص الفرصة الذهبية، هي فرصة ثانية باش نتجاوزوا هذه العثرة وتمتد الحياة. فقط نحتاج إلى أجواء نفسية محفزة، الآباء والأمهات في البيت يخلقوا واحد الجو جميل لأبنائهم، ما يقلقهمش، ما يبقوش يعاتبوهم، يقولوا لهم إن شاء الله سيكون هناك فرصة ذهبية لكم، نخلقوا أجواء نفسية داخل البيت. كذلك المترشح يحدث نفسه بأنه يستحق الأفضل، لابد أن يعزز ثقته بقدراته ويحدث نفسه بأنه يستطيع أن يأتي بنتائج عالية وعالية جدا، ثم مع نفسه يشخص مواطن خلله، فين كاين الخلل، لماذا رسب في هذه المادة، لماذا نقط ضعيفة في هذه المادة. فالتشخيص يجنب التعثر خلال الدورة الاستدراكية، وهذا كله إن شاء الله تعالى سيكون سببا في النجاح. وربما من أهم الأسباب ديال الرسوب هي طريقة الكتابة، هذه مهمة للغاية. التقيت مع بعض الأساتذة اللي هما في التصحيح، وأكثرهم أخبرني بأن المشكل اللي طلب فيه التلاميذ ما كينجحوش هو طريقة الكتابة. فالمصحح حينما يتعامل مع ورقة ديال الامتحان كيلقاها منظمة بخط واضح وفيها منهجية، كيلقاها أولا تعطي انطباع بأن هذا منظم في حياته وهذا جميل في حياته ومتصالح مع فكره، فكتكون أولا انطباع حسن كي يأخذ نقطة حسنة. على العكس من تلميذ اللي كتلقى الورقة خطه غير واضح وفيها تشطيبات، كل مرة كيضرب على جملة ويضرب على كذا وكينقص سطر، ومرة كي يمشي في الهامش. هذه الورقة الغير واضحة تعطي قلق للأستاذ المصحح، ومن ثم كتبقى عمل التصحيح نسبية. وسمعنا بأن الوزارة ديال التعليم فتحت واحد الموقع للمراجعة، الناس اللي هما نجحوا بنقاط ضعيفة راه سمحت لهم بأنهم يولجوا واحد الموقع ويقدموا الشكاية ديالهم، وإن شاء الله بعد أيام معدودة لا تزيد على أسبوع سوف يتم مراجعة الشكاية وإعادة النقطة إذا كان يستحق أكثر من ذلك. فمتمنياتنا لكل طلبتنا وتلامذتنا النجاح والمزيد من التألق، وهنيئا للعائلة وهنيئا للأحباب وهنيئا للأقارب، ونسأل الله تعالى أن يوفق الذين لم ينجحوا أن يوفقهم للنجاح في الدورة الاستدراكية. وكل عام وأنتم بألف ألف خير. الأحباب الكرام، عدنا إليكم لنواصل هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-60
46 72 50 أو 51 أو 52. هذا فضاء حر ملك لكم. هذا الفضاء هو للمناقشة، للحوار وللرأي والرأي الآخر، وأيضا للحكي. بالأمس سمعنا مداخلات حكت لنا عن قصص بشرية تعاني الألم، تعاني الصعوبات، وتسعى هذه الشخصيات لتفريغ ما في قلوبها من هم وغم، وتنتظر منا النصيحة والإرشاد والمساعدة. ودوما نعزز موقفنا بالتوجه إلى صاحب الأمر، دوما نتوجه إلى الصانع، فنحن صنعته. ما بنا من نقص وخلل، إذا لم نتمكن من إصلاحه نتوجه إلى مالك الملك، إلى رب العالمين، نلتمس منه القوة، نلتمس منه المدد، ونلتمس منه العون. بكل المكالمات التي تحكي لنا عن مشاكلها وعن همومها وعن كيفية مواجهتها لصعوبات الحياة، لنتعاون، لنكن أسرة واحدة، لنكن قلبا واحدا، فكرا واحدا، هما واحدا، والله تعالى ينظر إلينا ويباركنا. مكالمات كثيرة ترد علينا الآن، لكن جلها يطلب كما يخبرني السيد مخرج دعوة صالحة لهم أو غم أو مرض ألم به. إن شاء الله سوف نرجئ الدعوات الصالحة إلى آخر الحلقة، لأن الدعاء كلما كان عاما كان أقرب إلى الإجابة بإذن الله الواحد الأحد. ونبدأ أول مكالمة من إقليم بني ملال. معنا للا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور كريبان، كيف داير لاباس عليك؟ يا مرحبا بك للا فاطمة. لاباس الحمد لله. أنا كريبان الوالدة ديالي عزيزة عليا ديما كتصنط ليها، تصنط لك. الله يحفظها ويرعاها يا رب. آمين يا رب. وأنا كريبان عيطت لك غير باش تهضر معك الوالدة عليا. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشريفة الغالية، مرحبا بك للا. ربي يخليك. يا مرحبا. قلت لك دعي معنا مع الدراري. يا ربي يا كريم يا ربي. الشريفة عزيز علينا دايما متبعينك. الله يطول عمرك. يقراو وشدوا الشواهد وراه جالسين. شدوا الشواهد وجالسين. واه اش من شواهد تلس وصلوا للبكالوريا الإجازة؟ شدوا الإجازة، شدوا دوك، شدوا كل شيء وجالسين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دعي معنا السي. يا ربي يا للا فاطمة، الله بنت أم فاطمة، يا ربي الله يكمل لك الرجاء، الله يكمل لك الرجاء، الله يكمل لك الرجاء ويفرحك بوليداتك ويمتعك ربي بالصحة وبالعافية وبتمام العافية، وتسمعين الأخبار السارة بإذن الله. هذه المكالمة رغم أنها مقتضبة وقصيرة تحمل رسالة قوية وجد مؤثرة، وهي واقع بعض الطلبة اجتازوا البكالوريا، نجحوا بتفوق في البكالوريا، وتمكنوا من ولوج عالم الجامعة والبحث العلمي، وحصلوا على الدوغ، بل منهم من تجاوز ذلك وحصل على الإجازة، بل منهم من حصل على الماستر. ولكن المشكل الكبير الذي يواجه هؤلاء الشباب وهو فرص العمل. يعني بعد التخرج كان المفروض أن تكون سوق العمل مفتوحة في وجه الطلبة. الجامعة والمدارس العليا هل لها تواصل؟ هل لها تنسيق مع سوق العمل؟ كان المفروض الطالب في أي تخصص، سواء علمي أو أدبي أو ثقافي أو رياضي أو فني، يكون سوق العمل مهيأ لاستقبال على الأقل حوالي 70% من الطلبة. لكن المشكل الآن، هذا مشكل يؤرقنا كثيرا، وهو مصير الخريجين. إنهم ينتظمون طوابير صفوفا مترصة في سلك البحث عن العمل، وهذا يدعونا جميعا
خصوصا المسؤولين في هذا البلد الأمين، حكومة وأحزاب ورجال الأعمال وغيرهم من أصحاب القرار، أن يبذلوا جهودا قوية ومضنية للتشغيل. نقول دوما بأن القطاعات الحيوية في البلد هي الصحة أولا، التعليم ثانيا، التشغيل ثالثا، والقضاء رابعا. بهذه الأولويات ممكن أن نحقق مجتمعا مستقرا، لن نسمع أما تبكي وتندب حظها التعيس في أولادها الذين نجحوا في البكالوريا وزغردت لهن وربما دت لهم تاية الدقة المراكشية أو الدقة الجبلية، وفي الأخير بعد الجامعة يخرج ويبحث عن عمل ويعود إليها خالي الوفاض ويبدأ يفكر أفكار وجودية. ما هي الأفكار الوجودية أيها الأحباب الكرام اللي كطرح لكم في الدماغ ديالكم هؤلاء الشباب العاطل؟ أش كيدور لكم في راسكم ملي كتشعر بأنك كتجتاز المباريات وكتلقى ظروف صعبة، كتبغي دير مشروع حر كتلقى ظروف صعبة؟ أش كيدور لك في راسك؟ ما هي الأفكار التي تراودك؟ نريد أن نتعرف عليها ونسمعها أصحاب هذا البلد الأمين حتى يكونون قريبين من نبض الشارع، ونتعاون جميعا لإيجاد الحلول العملية لكي نتقدم خطوات إلى الأمام. فليس عيبا أن نرجع خطوة إلى الوراء. هناك مثل روسي يقول أرجع خطوة إلى الوراء لكي أتقدم خطوتين إلى الأمام. نحن نطلب من الله أن يوفقنا فنتقدم 10 خطوات إلى الأمام. لله أم فاطمة أصلحك الله وبارك الله لك في أولادك وبناتك، وأسأل الله تعالى الرزاق، الرزق بيد الله والخير كله عند الله. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا ويفتح لهم باب العطاء وباب الكرم وباب العمل وباب الرزق الوفير والسعد الجميل. آمين آمين يا رب يا كريم. حول إلى الفقيه بن صالح مع سي عبد العزيز. السلام عليكم. السلام أستاذ لاباس. أهلا بك سي عبد العزيز. وعلى سلامتك أستاذ، الله يرحم الوالدة ويجدد عليها الرحمة. اللهم آمين أخويا بارك الله فيك. كي دايره استاذ لاباس؟ الحمد لله ربي ونشكره مولاي. وتلاقينا انا وياك في 2010 في الحجه استاذ، كنت تتصلي بينا في مينان، كان معنا با جدو وعزيز اللي كان في الدوزيام. اي سي 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 تي في وسي با جدو وبا جدو جاوا لعندو دوك الناس ديال الزاويه ديال وزان واحد الليله. قلت يا استاذ اي عقلت اجمل حجه دوزنا في 2010. اجمل يا استاذ عزيز، رانا تنموت عليك وتنقلب على التليفون ديالكم ما سطوش وتنجي للدار بيضا، ولكن ما لا اله الا الله استاذ وصف. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. وكي دايره استاذ؟ راك عزيز بزاف استاذ. الله يعزك استاذ عبد العزيز، راك تسميتك عبد العزيز، ربي يعطيك العزه وغتبقى عزيز ان شاء الله في الدنيا والاخره. اللهم امين استاذ، اللهم امين. كي داير التلابس استاذ وهذاك الطاقم اللي معاك؟ الله يستر عليهم، الله يسهل عليهم، الله يصلحهم. اللهم امين مولاي بارك الله فيك. تبارك الله عليك استاذ، راه تنفكرك وكنت نسولك وتنسولك على هذه وتقول لي هكا وهكا. اياه نعم. ومعايا الوالده قلت لك واش رجم عليها؟ قلت لي سير رجم عليها. الله يحفظك سي عبد العزيز، الله يحفظك مولاي. تبارك الله عليك. والوالده مسكينه هي راه باقيه وصحيحه وكبيره، مسكينه في عمرها عندها 100 عام. تبارك الله، اللهم بارك في ذلك وزيد في ذلك. مسكينه وجينا انا وياها فالفن، وكانت حاجه قبل مسكينه، وملي بغيت نجي انايا قالت لي نمشي معاك، ضروري نمشي معاك. وجات معايا مسكينه وديتي الخبيزه كامله سي عبد العزيز. سعادتك اخويا. ودعي معايا واحد المراه عندي مريضه شويه، الله ينجيك ودي استاذ. الله يشفيها ويعافيها يا رب، الله يشفيها ويعافيها. كنشكرك استاذ عبد العزيز، كنشكرك شكرا جزيلا مولاي. النمره ديالي استاذ الله يرحم والديك، لا ممكن تبيع عليا شي نهار بالنمره ديالك، بغيت عنبقى نزورك لوجه الله. الله يطول عمرك اخويا، شكر الله لك بارك الله فيك. سبحان الله العظيم، هاد الناس ديال الفقيه بن صالح راه قال لك كل منطقه لها باسمها تعلق. الفقيه بن صالح ناس معروفين بالصلاح وبالفقه وبحب القران وحب اهل الدين. هاد السي عبد العزيز هذا سبحان الله العظيم كذكرني بسنوات مضت. أذكر في 2010 كنا في الديار المقدسة، وفعلا كانت متميزة، كان معنا الفنان الكبير عماد نتيفي، هذا الشاب الوسيم والأنيق والغريب، الناس كيعرفوا بأنه مطرب وفنان ولكنه مجود للقرآن العظيم بشكل غريب، وابن عائلة فقهية وعلمية كبيرة.
لهذا كيبقى دائما داك الاصل الطيب كيبقى دائما ساكن في الانسان. وكانت رحله جميله معه، وكان معنا فعلا المنشد الكبير بجدوب، الحاج بجدوب، وما ادراك ما الحاج بجدوب، هرم عظيم جدا تبارك الله. كان كيحدثنا بانه فرحان ديك الايام في الحج، علاش؟ لان ولده صار طبيبا جراحا للقلب في باريس، وكان فرحان بانه حقق الانجاز. هو لم يتمكن من استكمال تعليمه، وصل الى البكالوريا وتوقف، كان في اسفي وتربى في اجواء اسفي، تربيه الاخلاق الايمانيه والاخلاق التربويه، ثم رحل الى فاس باش ياخذ الصنعه ديال الانشاد، وتبارك الله صار منشدا بارعا. ولكن عقدته انه داكشي اللي فاتو في القرايه يقريه لوليداته، وتبارك الله الوليد ديالو قرا وصيفته خارج ارض الوطن وتخصص في الطب، وصار متخصص في جراحه القلب. وكان فرحان، كان فرحان رغم ان بجدوب غير الجلسه معاه كانت شافي القلوب، سبحان الله العظيم. كنا نبقى تقريبا على مدار الليل والنهار لا ينام ولا يفطر، يبقى في تلاوه القران، ولما ينتهي يبدا في الانشاد الديني، ولما ينتهي يبدا في التضرع والدعوات على مدار 24 ساعه ولا يتعب تبارك الله. وكل هذا سالته، ما سر قوتك؟ ما سر هذا القبول؟ كيقول لك دائما حافظ على قلب سليم، ابتعد عن الكراهيه وعن الحقد، وصافح وسامح من اذاك، وانسى اذيته، وانظر الى الحياه ببهجه وسرور، وتعلق بالله العظيم. وهو ينشد انشاد جميل يسمع القلوب ويطرب النفوس. فتحيه كبيره للجميع. سيدي عبد العزيز من الفقيه بن صالح، تحيه كبيره اليك وهذه الوالده الطيبه التي بلغت 100 سنه وما زال الحمد لله في العباده والطاعه. هنيئا لك، كما قلت لك فزت ورب الكعبه وديت الخبيزه، لان مرضي الوالدين كيبقى دائما كلمته مسموعه ورايته مرفوعه، ورزقه متصل غير منقطع. بارك الله فيك سيدي عبد العزيز. إلى إقليم الرصني مع لالة السعدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كنشكر على هذا البرنامج، الله يطول عمرك ويرحم الحاجة ويعطي والديك الرحمة. عندي واحد بنية نجحت هذا العام في الباك. تبارك الله تبارك الله. الله يطول عمرك وراها فرحة، وعاود زاد قالت زاد قنطرة زاد مسكينة ما تخافش، عاود تفقني قالت لي شاكل شي مبيعش كرة ما تخافش فيا. إييه. ولا اله الا الله، الله يطول عمرك. لالة السعدية احكي لنا، ملي كانت كتحفظ في البكالوريا العام كله كنتي كتساعديها؟ كانت هي كتجتهد كتوفر لها الجو؟ كتجتهد وتي انا كنساعدها وكنعطيها وقت نعطيها الخطر ونساعفها. راك عرفتي المراهقة شوية كتكون صعيبة، كنساعفها فيها. اييه. الله يطول عمرك، كيفاش تبارك الله عليها، عطات لك الله. وانتم فرحتوا بالنتيجة؟ الحسن. فرحتوا بالنتيجه والعائله والاحباب سعدوا؟ الله يطول عمرك، فرحنا من الله وشكرنا. يعني شكرا الله يطول عمرك. والتعب اللي كان عندكم والسهر اللي كان عندكم والتوتر نسيتوه؟ نسينا كل شيء حمدنا الله. ساعه واحده نسيتنا كل شيء، الحمد لله ونشكره، حمدنا الله وشكرنا، الله يطول عمرك. ساعه من عبد الرحيم كتغني وكتفرح وكتسعد. ربي كنحمد لك ونشكرك ولله الحمد عليها، ساعه مباركه مسعوده، الله يطول عمرك. هيا عطاك الاستماع تكلم معك، الله يطول عمرك. مرحبا لالة السعدية. الله يعطيك حجة وطول عمرك يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عنك وريدك. أهلا الشريفة، أهلا الغالية، لاباس عليك لالة. الله يطول عمرك أسيدي، والله إلا أنا فرحانة حيت عمرني ما كلمتك. يا مرحبا بك لالة، وهنيئا لكم، هنيئا لكم، أنتم فرحانين بهذا السعد ديال النجاح. الله يكمل لكم الرجاء. الله يطول عمرك، الحاجة سهلة عليك. بغيت غير نقول لك الله يطول عمرك، عندي واحد المشكل في حياتي بغيت نقوله لك، عافاك تطلب معايا الله. يا ربي يا كريم. راجلي مريض نفساني وعندي واحد السلفة كتنكت لي حياتي وكرهاني وكتنوض لي الوسواس مع دياولي. إيه. إيوا ما عرفتش اش ندير معاك عمي، الله يطول عمرك، قول لي شي حاجة عافاك باش. لا إله إلا الله. إيه. الله يحفظك لالة. وكتبقى تعايرني براجلي مسكين حيت مريض ومتبع مع طبيب نفساني وكيشرب الدواء. الله اكبر يا ربي يا كريم، الله يشافي ويعافي. عرفتني عمك قريبان نطلب معايا الله، الله يسهل عليك ويطول عمرك. يا ربي لالة، يا ربي الله يطول عمرك لالة، حافظك الله وراحك يا ربي يا كريم. شكرا لك، شكرا لك. لا اله الا الله. اولا لالة السعدية كنهنئك بنجاح بنيتك،
نطلبوا لها الله تعالى يوفقها وتختار المسار الذي فيه المصلحة لها وفيه الخير في المستقبل، إما إلى الجامعة وإما إلى المدارس العليا، وتوفق في الاختيار يا رحمن يا رحيم، ويبقى دائما النجاح حليفكم. أما الهات الشريفة هذه لكون زوجها مريض نفسيا والآخرون يعيرونه بمرضه، للأسف رأى من سخر من إنسان لعيب فيه شفاه الله وابتلاه به. هذه قاعدة، كل من عنده عيب أو عنده مرض أو عنده زلة والآخر سخر منه وأهانه، ما هو مصيره؟ شفاه الله تعالى وابتلاك به والعياذ بالله. لأن الإنسان خاصه لا بد لا شف شي حاجة في الإنسان الآخر، مرض أو سقم أو علة أو فقر أو مصيبة لا قدر الله، يقول اللهم شافنا واحفظنا مما ابتليت به غيرنا، ويطلب لأخيه الفرج، يطلب لأخيه الشفاء. أما أن يسخر منه هذا خطير جدا. لهذا ربنا عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. كانوا بعض المرات الرجال والنساء يسخروا بعضهم من بعض، فلان طويل القامة يقولوا هذاك بحال الزرفة، وفلان قصير القامة هذاك بحال كذا وكذا، وكيبقوا يتعايروا بهذه الألقاب. فنزل قول الله تعالى، هذه الآيات نزلت في الصحابة، كان فيهم هذا العيب، كان في بعض منهم كان فيهم بعض العيوب، فلما نزلت أمسكوا ألسنتهم ولم يعد أحد يعير آخر ولا يسخر منه. رباهم النبي الكريم في المدرسة المحمدية، لهذا الصحابة رضي الله عنهم كيتسموا الجيل القرآني الفريد، رباه النبي خير تربية، وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث. فهاد الناس الله يهديهم، الله يهديهم، أنهم نطلب الله يكونوا كيسمعوا فينا الآن ويرتدعوا ويخافوا حتى لا ينتقل الأذى إليهم. أما المريض النفسي فالله يرحم ضعفنا، شكون هذا اللي يقدر ينجو من المرض النفسي؟ من هذا الذي يستطيع أن ينجو؟ الإنسان ضعيف، واللي قال أنا راه يقدر في أي لحظة يصيبه الله بالضعف ويصيبه الله بالهوان ويسقط في الأمراض النفسية. هي ابتلاء من عند الرحمن. أول حاجة الإنسان يصبر، يصبر ويعلم بأن هذا قدر. دائما أول فكرة ينبغي أن تخطر ببالنا أيها الأحباب الكرام عند أول شدة أو كرب، نقول هذا قدر، هذا قدر. هذا الإيمان بهذه الفكرة يعطيك واحد الراحة نفسية وتقبل للمصاب، هذا قدر أولا. ثم أدعو صاحب القدر أن يرفعه، يا صاحب القدر إنما أصابني شديد ارفعه عني فإنني ضعيف، وربنا يسمع ويجيب، وقد يزول عنك البلاء في أقرب الأجل. فإذا قدر الله تعالى واستمر معك المرض، اعلم بأن الله يتنزه في ملكه، وهو أراد أن يراك هكذا، وعليك أن تلتمس الأسباب والمسببات وتطرق الأبواب، ودوما ترجو المولى وتنتظر الفرج منه لأنه صاحب الأمر. فأسأل الله تعالى الشريفة، الله يعاونك على هذا الزمان، وربي عز وجل اللي خلقنا وخلقه وقادر بينا وبيه، الله يعجل لي بالشفاء. اللهم يا ربي يا كريم، هذا خلقك وهذا صنعتك ونحن عبادك، نمد أيدينا وأكف الضراع إليك، اشفه وعافيه، وارزقه يا رب نفسا مطمئنة، وارزقه يا ربنا حياة طيبة، واصرف عنه كل بلاء. قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم. الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعود أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، دوما نرحب بكم إلى هذا الفضاء الحر الذي هو ملك لكم أنتم، للحوار وللنقاش وللفضفضة ولحكي التجارب الإنسانية، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، سعيدة أو مؤلمة، كلها نأخذ منها العبرة، نأخذ منها العظة، ونتعاون على الإرشاد والنصح بعضنا لبعض. القوي منا يأخذ بأخيه الضعيف، والله تعالى يبارك في الجميع.
اللحظة نتحول إلى إقليم فم الزقيدة إلى جنوب المغرب مع الحاج السي عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الحاج إذا كان ممكن أخويا أنقص شوية من الراديو ولا طفيه باش نسمعوك مزيان، هناك الصدى يتردد. مرحبا بسيد الحاج عبد الكريم. نعم سيدي. حياك الله مولاي. نعم. إذا كان ممكن أنقص من الراديو ولا طفيه ولا بعد من حدا باش نسمعوك مزيان. مرحبا مرحبا سي عبد الكريم. تفضل تفضل سي عبد الكريم تفضل. هناك مشكل مع سي عبد الكريم. كنبغي نقول للاحباب الكرام من اللي كيبغيو يتصلوا بنا يحرصوا انهم يبعدوا بلحد الراديو او ينقصوا منه او يطفيوه باش المكالمه الهاتفيه تسمع بشكل واضح وجلي، لان هناك الصدى يتردد. سبحان الله العظيم، وربنا يخلق ما يشاء. يرجع لنا سي عبد الكريم. مرحبا به. نعم مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. نعم نعم سيدي كنسمعك. نعم كنسمعك كنسمعك. تفي الراديو تفي الراديو. معذرة معذرة. شكرا لك على كل حال. شكرا لك على كل حال. تكلم سي عبد الكريم انا كنسمعك. تكلم مولاي. نعم نعم. الو 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 الو. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. لاباس عليك سيدي. كلشي مزيان سيدي الحاج. سيدي الحاج. نعم سيدي. سيدي الحاج. نعم سيدي. بخير سيدي. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. الله يحفظك سيدي. الله يحفظك لنا. اكرمك الله. اكرمك الله اخويا. جزاك الله بخير عنا. بارك الله فيك. إذا كان ممكن تفي الراديو نقص منه شوية. معذرة سي عبد الكريم. لا إله إلا الله. شكرا لك على كل حال. ألو خويا. ألو خويا كنسمعك. الله يحفظكم. قلت لك عندي مشاكل شوية. الله يرحمها. يدير عيان. الله يفرج عليك يا عبد الكريم. أش وقع لك أسيدي أش الحاج؟ أسيدي عندي الهضم ديالي دخل عليا. إيه؟ وعندي صداع مع الاولاد. الله الله الله. معاملين وما ما مدينا فيا. لا اله الا الله. وحداني. لا اله الا الله. والوقت ما ساعدني في الامور اللي يعني مشاكل كثير عليا بزاف. الله الله. بزاف. لا اله الا الله. الله. ايوا سي الحاج نتمنى الله تبارك وتعالى الله يجزيك بخير. هادشي اللي تقولو كيفرح وحاجه طيبه والله كثر مثالك باش ندعي معاك ونسمو ربي اللي داعي معاك وعطيك كل حاجه. بارك الله فيك. عطيك الحمد لله القران، عطيك الحج، عطيك الكلام الزين، عطيك الامور يعني ماش ما نقول لك. الله يجعل الله تبارك وتعالى يحفظك ويحفظ ايمانك يا رب ويجزيك بخير. بارك الله فيك سيدي الحاج. الله يطول عمرك. هذا الوقت مريضة ما خفى عليك الوقت. هذا المرض الله يحفظ ويسلم مريضة كاع الوقت قبل من هذا المرض. اييه سيدي. كاين الصداع وكاين الحسد وكاين الغضب. الله يحفظ ويسلم ونطلب الله تبارك وتعالى الشفاء من عنده يا ربي والرحمة من عنده يا ربي. ونطلبك انت تدعي معنا بالشفاء والعافية من جميع الأمورات كاملة. رحنا مصدعين بزاف سي الحاج عبد الكريم. اش وقع لك مع الوليدات أخويا؟ اش وقع لك معهم؟ سيدي عندي الوليدات ما عطينيش يا وقت. ياك ما هما تزوجوا داروا دويراتهم؟ بغيت نتزوج. بغيت المرأة عندي معينة مريضة واسمو بغيت نتزوج ورفضوا لي وصدوني ونعني هما وهامليني خاصهم ما يتسنتوا لي ما اسمو وما عرفت كيفاش ندير. وسي الحاج ما قدرت باش لقيت العروسه بعدا باش تقدر تزوج ولا هما رافضين من المبدا؟ رافضين هذا المبدا ككل.
القياده سيدي العروسه قلت العروسه موجود واسمه ولا كنمشي طلبوا مني شي اوراق في المحكمه نمشي للمحكمه ما عطيني وقت لا حول ولا قوه الا بالله ما كان لا حكم لا حول ولا قوه الا بالله لا اله رفضوا لي وعاودوا رفضوا لي وعاودوا سيدي قال لك دير المحامي علاش المره عطيتني الموافقه وانا يعني تراديت معاها قال لك جيب لنا باش تربح بسموه وديت لهم الاوراق قلت لهم كل شيء قال لك دير المحامي قلت له ودي علاش ندير المحامي المراه هي معايا جينا انا وياها المحكمه وهي موافقه المراه ديالك موافقه تزوج عليها موافقه وكل شيء ومشينا للمحكمه واسمو قال لك دير المحامي قلت له ودي علاش ندير المحامي انا هالمراه هاني انا هي وانت كدافع على نفسك وانت بلسان ديالك يعني لا تحتاج الى محامي القضيه واضحه ما فيهاش هي نعم نعم سيدي القضيه واضحه ما تحتاج الى محامي انت كتكلم مزيان والقضيه بسيطه قال لك دير المحامي قلت له علاش ندير المحامي هالمراه هاني انا هالوراق ديالي اش خصني قال لك دير المحامي مشيت درت المحامي قاع ما حضر اتيت وسبقت له 10000 ريال داها ما حضر قاع منين مشيت عنده قال لك بدا يلعب في الكلامات اسمو مشات 10000 ريال قلت له انا بعتني غير الوراق ديالي وبقيت هني وهي كما كرهت هني خاصني كنطيب راسي كنصبن راسي كنجفف راسي لا حول ولا قوة الا بالله الله 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 نحن واحد المحنان اللي لا حول ولا قوة الا بالله الله يحفظك سيد الحاج الله يحفظك ربي يكون لك ولي ونصير نطلبوا الله تبارك وتعالى الله يجازيكم بخير بارك الله فيكم الله يكثر خيركم الله لكم عندنا غير 10 الناس في المغرب بحالكم لكون شاف ولكن لا حول ولا قوه الا بالله ما كان والو رجع في الله المغرب الله يجعل الله تبارك وتعالى يعفو عليه وسيدنا الله ينصرو اللهم امين ويعاونوا خاصو اللي يعاونوا في الوقت وفي الزمان ما خفى عليكم انا ما حسش نقول لكم والو كل شيء راكم عارفين ايها مولاي الله يكثر خيركم ويجازيكم بخير بارك الله فيك سيدي الحاج سيدي الحاج الله يحفظه ويحفظ ايمانه ما نحتاج الايمان دائما ربي لا اله الا الله دائما ربي عاتيه القران عاتيه الكلام الزين عاتيه المنطق الزين كل واحد فرحان به كل واحد يبغي يتسنت ليه كل واحد نطلبوا الله تبارك وتعالى يطول لنا غير عمر ديالو دائما حتى ما حدنا حيين هذا هو نطلب اللهم امين اخويا الحاج شكرا لك سي عبد الكريم شكرا لك اخويا بارك الله فيك سي عبد الكريم كيتكلم بواحد الحرقه ولكن يبدو بانه استفاد من تجارب الحياه هي قصيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك هي نسبيا قصيرة لكن هناك من حنكته الحياة يبدو السي عبد الكريم بأنه داوج في الحياة وشاف وعرف ومن بعد لخص لنا الوضعية في المغرب بكلمتين الوضعية يعني تقرير سياسي تقرير أمني تقرير استراتيجي عن المغرب قالوا في كلمتين وفي منتهى الحكمة قال لك المغرب الله يعفو عليه وسيدنا الله ينصره يعني كلمة تلخص الوضعية العامة في مغربنا يعني الله هذا المغرب الله يعفو عليه يعني هو يشير إلى بعض التجاوزات في تطبيق القوانين وحتى التجاوزات داخل الأسر والعلاقة بين الأولاد والعلاقة بين كذا وكذا يعني أشياء ربما تقلق وتجذب الحسرة كيقول لك المغرب الله يعفو عليه وسيدنا الله ينصره المبادرات الملكية كنشوفوها دائما الحمد لله غادية في الاتجاه الصحيح غادية في اتجاه خدمة الإنسان غادية في اتجاه التنمية وغادية في اتجاه محاربة الفقر وغادية في اتجاه لإحقاق الحقوق الحاج عبد الكريم يبدو بأنه دوز حياته وبغى يتزوج واش في نظركم إنسان كبر أولاده ويبدو انه ميسور لانه طلبوا منه البيان ديال الاجره بان عنده المقدار المسموح به قانونا للتعدد وجاب الزوجه وبغى يتزوج هل له ذلك ام لا؟ خصوصا كما سمعنا انه كيجفف بوحده ويسيق بوحده ويطيب بوحده كيشعر بالوحده. القانون ماذا يقول؟ والشريعه ماذا تقول؟ القانون دار مجموعه قيود على واحد الحق اعطته الشريعه
ربي عز وجل أعطى الإباحة للتعدد، وقال في كتابه العزيز: وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله عز وجل أعطى هذا الأمر المشرع الأعلى صاحب الملك، لأنه يعلم بأن التعدد هو قد يكون في بعض الحالات ضرورة، إذا كانت المرأة لا تلد، أو كان عندها مرض عضال أو معدي، أو كبرت. هناك بعض النساء كتلقاها كبرات غير كتولد الوليدات، ولدت 5 6 7 عيات، يعني ما بغات الأنوثة، هي بغات تشد السبحة والهيضورة وتستقبل القبلة وتذكر الله. لكن كاين بعض الرجال خصوصا في المناطق الصحراوية معروفين أن عندهم نشاط في الهرمونات، عندهم نشاط في القوة الجسدية، وعنده الرغبة متجددة. كنت كنزور بعض المرات بعض أماكن هكا صحراوية، وكنتلقى مع بعض الناس في الجنوب خصوصا في أم الزقيد وما جاورها، يعني بعد التقاعد عاد هو يتشبب. ملي كنسمعوا شباب ما بعد 60 كاين هنا في أم الزقيد وما حولها، كيقول لك لي جون سينيور الأوروبيين كيتسموا داك المتقاعد كيسمي الشاب جديد جون سينيور، وعاد كيوقع ليه واحد الرغبة قوية بغى يعيش حياته. هل نمنعه؟ القانون والشريعة بعضهم في مقابل بعض. الشريعة كتقول بأن هاد السيد راه لا إله إلا الله، راه مضرور وعنده الرزق ديالو، والمرأة واش جاية بطواعية أو طبعا ما كاينش امرأة تقبل الرجل يتزوج عليها لأن الطبيعة نفسية، ولكن هادشي حل الله تعالى. والولاد ربما شعروا بالعيب أن أبوهم غير يتزوج، لأن اللي كيحكم الآن هو العرف والتقاليد والعادات. الشريعة كنخليوها غير كنتبركوا بها، والقانون فارض نفسه علينا بالقوة، وحنا كنسبحوا في الفضاء ديال الأعراف والتقاليد والعادات، وهذا عيب وهذا حشومة. أكيد سي الحاج وليداتك خايفين من المجتمع، حيت المجتمع ما كيرحمش. المجتمع إذا لقى واحد الرجل كبر وليداته ودار مرا ومشى للحج، كيقولوا هذا الإنسان خصود الآن ينصرف إلى العبادة، ينصرف إلى الذكر، ينصرف إلى الأعمال الاجتماعية، بارك عليه من الزواج. هكذا المجتمع كيقول العرف، ولكن هما ما عارفينش بالحالة ديالك، ما حاسينش بك أنت. كاين هناك رجال اللي بعد 60 عاد كيعود فيهم قوة الشباب، ومن الظلم ومن العار أننا نمنعه من حق أعطاه له الخالق وأوجدته له الطبيعة والفطرة. فقلوبنا معك السي عبد الكريم، قلوب يعني كنت حاطفه معك على هذا الحل اللي انت وقعتي فيها، وربي كبير سبحانه وتعالى. أنا تأثرت من اللي قال لك السي عبد الكريم، أنا وحداني يعني هو ولد الوليدات وتزوجوا وداروا لي حفادة، وكيشعر بأنه وحيد، كيشعر بأنه فين داك التجمع العائلي. على الأقل هاد الأولاد إلا بغاو يمنعوا بهم من الزواج يعطوه البديل. أشنا هو البديل؟ البديل هو أن الأولاد والبنات والحفادة يتجمعوا حوله، يشعروا بأنه مهم، ويقولوا لي بأنك راه أنت تاج راسنا، راه أنت هو الثرية اللي كتضوي على الأسرة بكاملها، يعمروا عليه الدار ويتناوبوا. يجي هذا اليوم يطيب ويكنس ويغسل، ويجي الآخر ويجي مع التقضية ويعمر ليه الثلاجة، وتجي الأخرى وتجيب ليه الجلابة والفوقية والبلغة والتشامير والسبحة، وتجي الأخرى وتعرض عليه نهار الحد وديه تخرجه يتسارى ويتبرع. هكذا الإنسان غادي يشعر بأنه لا حاجة له بالزواج. ولكن الأولاد غير يتكبروا وكل واحد يقول راسي وأنا ويخلي الوالدين، هذا الرجل شكون اللي غادي يقوم به؟ الزوجة اللي ولدت قهرات مسكينة، هذيك ما نتكلموا عليها، هذيك مسكينة سلمت أمرها إلى الله ورفعت الراية البيضاء، وما بغت حد، بغت غير تسنط لعظيمتها وتذكر ربها حتى تمشي عند الخالق عز وجل. الخلل أين يكمن؟ الخلل في مفاهيم خاطئة قد تحكم مسار حياتنا. الأسرة ديالنا يا لابد أن تعود إلى مسارها الصحيح، التكاتف والتآزر والتعاون وتوقير الكبار. الكبير فينا لابد أن يوقر، ولابد أن يكرم، ولابد أن ينعم. أنا كنعتقد بأن الحاج عبد الكريم لو كان منعم ومكرم من طرف أولاده ما يفكرش في المرة الثانية. هو كيتخيل بأن المرة الثانية ربما غتجيب معها السعادة، غتجيب معها الفرحة،
ولكن الاولاد كيفكروا تفكير اخر، غادي يقولوا هاد المراه ربما غتجيب لنا واحد الوريث جديد يزاحمنا في الارث، هاد المراه ربما قد تفرق بيننا وبين ابينا وامنا، هاد المراه ربما غتخلق لنا مشاكل مع العائله وغنسمعوا القيل والقال، حتى هما عندهم واحد وجهه نظر. فكيف نخرج من هذا الاشكال؟ نعيد رأب الصدع داخل الاسره. هاد الاولاد خصهم يعتنيوا بباهم، خصهم يزوروه كل يوم، خصهم يجيبوا معاهم، يعني كيقول لك الله يرحم من جاء وجاب معه، يعني ما يجي طويل، كيجي معاه واحد الهديه كيفرح بها الوالدين، حتى الوالدين ملي كيكبروا كيهدوا بحال الاطفال الصغار، باغي يفرح بالهديه ويجيب معاه داكشي اللي قسم الله ويديه للحمام ويكسلو مزيان ويجيبو يلبسو، والمهم حتى يدا للحمام ويجيبو يحنيو ليها ويسوكو ليها ويصبغوا لها شعرها من الشيب، راه جائز في الشريعه الاسلاميه، ويلبسوها لباس جميل ويجلسوا مع العائله ويعمروا واحد براتاتاي، يجيبوا واحد القطبان ويضحكوا ويقولوا للوالد عاود لنا، الوالد عاود لنا حياتك مع ميمتنا، نهار تزوجتي بها شحال ديال الصداق عطيتيها، حكي لنا على ايام زمان، كيفاش داز العرس ديالكم، كيفاش داز الدهاز، واش تهلات فيك الايام الاولى، وسولك الوالد شهر العسل كي دوزتيه، وكيفاش كان الفرحه بالمولود الاول والمولود الثاني، واش هاد المرض دخلت عليك مباركه مسعوده، ونديروا حفريات في الذاكره، حفريات في الذاكره، ونخلقوا واحد الجو جميل، وانا ذاك الاب غتحيد عليه الغشاوه من عينيه، وغتبان ليه مراته ام اولاده قمه الجمال وقمه البهاء. النشاط اللي عنده في الجسم ديال الهرمونات والخلايا اللي تولدت غادي يصرفها في اشياء اخرى، غادي يصرفها في العباده والطاعه وقيام الليل، وغادي يصرفها في صله الرحيم ويزور العائله، وغنساو المشاكل اللي عندنا، وغادي يرتاحوا القضاه وغيرتاحوا المحامين، وفلوسنا نشرب بهم مواد غذائيه ونتبرعوا بهم مع وليداتنا. سيدي عبد الكريم انت راك حاج الحمد لله، وربي عز وجل مادام كرمك بالحج لن يخيبك، من اكرمه الله تعالى بالذات بقاع المقدسه لن يهينه ولن يخيب امره، ان شاء الله كلمتك مسموعه ورايتك مرفوعه ورزقك ان شاء الله متصل غير منقطع بفضل الله وجود الله وكرم الله. الله يهدي الوليدات والله يشافي لك الزوجه، والله تعالى هذاك العظام اللي عندك دارينك راه العصب السي عبد الكريم، راه المرض ديال العظام اسبابه العصب القلق، انت غدير اللي عليك، جاب الله شي حاجه هو هذاك، ما جاب شيء السي عبد الكريم اش غدير؟ غنصاحب مع السبحه وغنصاحب مع السجاده وغنصاحب مع القران الكريم، اشنو هما هادو؟ هادو هما العمله الصعبه ديال الدار الاخره، العمله الصعبه ديال الدار الاخره هي هذه، هي الذكر، هي السجود، هي القيام، وهي الصبر على البلاء، وربي غنيك إذا مشيتي في هالطريق هذه، فأنت منصور بإذن الله تعالى، وأنت معزوز ومكروم ومحبوب عند الرحمن، الله يشفيك ويعافيك ويداويك، اللهم آمين يا ربي يا كريم. قل أحباب الكرام هما كيسمعوا فينا الآن هذه الحالات الاجتماعية، حنا بغينا نكونوا بحال الأسرة، بغيناكم أنتم اللي سمعتوا الكلام سواء ديال السي عبد الكريم أو ديال الأخت السعدية من الريصاني أو ديال السي عبد العزيز من الفقيه بن صالح أو لالا فاطمة بن مني ملال، هاد الناس كلهم وغيرهم اللي سمعتهم ممكن تعلقوا عليهم، ممكن تعتبروا نفوسكم احد افراد الاسره وتعطيونا الري ديالكم، كيفاش ممكن نواسيهم؟ ربما قد يكون هناك اناس عندهم خبره ومهاره في الحياه اكثر منا بكثير، وهناك من عندهم علم وعندهم ثقافه اوسع منا بكثير، لا تبخلوا علينا بنصائحكم وبارشاداتكم وبتوجيهاتكم، ممكن نوجهوا الوصية للمعني بالأمر، ممكن لزوجته، ممكن لأولاده، ممكن للنظام العام والشأن العام، كيف ينبغي أن يكون نهيئ البيئة والمناخ العام باش يكون مواتي لحياة طيبة ومستقرة. آمين آمين يا رب يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا أيها الأحباب الكرام، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع صلواتنا، ونواصل هذا اللقاء المبارك في هذا الفضاء الحر الخاص بالحكي والفضفضة والنقاش والحوار حول مختلف قضايا النفس والحياة. اللحظة معنا مكالمة من الدار البيضاء مع لالا مليكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيدير دكتور؟ لاباس بخير. الله يطول عمرك لالا. كنشكرك بزاف بزاف يا دكتور. بارك الله فيك. بالنسبه لهاد با الحاج. نعم. ايه. زعما حشومه على ولادو يديروا بحال هكا. الحاج عبد الكريم ايام من فوق مسجد. انا كنعرف بزاف الناس زوجوا باواتهم.
الله يرضي عليهم. إياه بزاف الحوايج بالنسبة لي كانت الأم بقى عايشة وما قداش أو بالنسبة للأم اللي توفات. إياه عدد منهم لا من العائلة لا من الجيران لا من بزاف الحوايج. والوليدات واش امتنعوا ولا ساعدوا والديهم؟ لا ساعدهم هما اللي مشاو خطبوا ليهم. بارك الله. وفي الاخر كي كانت النتيجه واش هذا الزواج عطى الاكل ديالو ولا خلق مشاكل اضافيه؟ لا ما خلق حتى مشاكل لانهم تهناو في با بالنسبه للصابون وماكلته بزاف ديال الحوايج. تهناو لانه غادي ينعس على كف الراحه وغادي يرتاح ويعيش حياه مستقره. وكنعرف انا السيد دايرته بجوج الحج. اييه وهذيك اللي باقا صغيره هي اللي كتدير الاخرى تصبل ليها طيب ليها تخيط لها الحويجات. أيها جابوها مرضية عروسة مرضية بحال زوجة وفي نفس الوقت مساعدة اجتماعية ديال العائلة. تبارك الله. وهذا بالنسبة لهذا يتدخلوا العائلة مثلا يتدخل العائلة علاش هاد الأب درتو لي بحالك والسيد راه خصو مرا كيظهر بأنه معذب كيقول لك أنا وحداني حشومة وعظامي ضاريني وكيطيب بوحده ويجفف بوحده حشومة. لا إله إلا الله. لا ملكة لو كانت سيد للوالد ديالك انت اش كنتي غديري ليه ربما يسمعوك بناته وياخذوا قدوه؟ الوالد ديالي انا ما نقدرش نقول لك لان عاش هو الوالد ديالي واحد العيشه ما نقولش لك والوالد ديالي متوفي الله يرحمه ويسالي الرحمه. الوالد ديالي انا سوسيه شلحه تهلات في با مزيان وربات لي الاولاد مع مرها ما فرطت فيه زعما ولا شي حاجه ولا ضيعت لي فلوسه ولا كيدور سميتو كتقول لي الحاجه انا جمع واحد المبلغ ديال المال نديرو به شي حاجه نشرو به الارض ولا بجو الدراري وبالنسبه للتدخل الاول ديال الدراري دوك الطلبه اييه انا خوتي الحمد لله كانوا مكافحين. نعم واحد خويا احمد شد الباكالوريا في 82 وبقى كيجري هادي تلقى بلاصه في لينيس. اييه بقى كيكافح كيقلب ماشي جالس في الدار. قال لي بقات بلاصه غتجيب لينا الخلق دابا وشهاده طبيه وكانوا الخلق حتى الغد هذا كيعطيهم لك. اييه الوالده الله يجازها بخير مشات عند واحد ودخلت بوليسي ودخل جاب لها الخلق وحنا الله يرحمه عطاته دار سيرتيفيكه المهم قرا عامين في لينيس. اييه والحمد لله دابا استاذ دابا كيقري تبارك الله. دابا باش التقاعد. التقاعد تبارك الله. البكالوريا ديال 82. هذه بكالوريا قديمة اللي كانت ربما كانت قوية في المضامين ديالها. الحمد لله. وكان واحد الأخ ديالي شدها في 84. تبارك الله. تبارك الله. وكان ديك الساعة كيخرجوا في الجورنال النتائج. لالا ملكة لو درنا واحد المقارنة ما بين البكالوريا ديال أيام زمان في الثمانينات وحنا الآن في الألفية الثالثة. يعني كي كانت الأجواء ديال النتائج وديال الفرحة واش بقى هي ولا اختلفت؟ لا اختلفت. من حيث ماذا؟ بزاف الحوايج دابا كيقول لك ها واش دكا الباك اش غيدير بها؟ ومن بعد يلا. اما ديك الساعة كانت الباك كان كيقدر يخدم بالواحد. كيخدم خدمة كبيرة. كانت الناس راه خدموها بالكاتر ايام وداك الشيء. علاش واش حتى المواد التعليمية كانت قوية وكان الدارس عنده كفاءة ومؤهلات واليوم واش حتى كاين الغش أو لأن العولمة فرضت علينا ثقافة من نوع آخر؟ عندك العولمة والغش والدراري ما باغينش يقرا باغين داك الشيء سهل. أنا دخويا اللي شدها في 82 قسما بالله ما كاين عسلة بليل لا بنهار الماتش يخدم ما كنا موفر ليه الراحة ما نشالوش تلفزيون ما نديروش سميتو فهادي فهمتي. دابا الدراري كتلقيه في الزنقة كتلقيه في القهوة كتلقيه في السيبر كيقول لك غنمشي ندوز الباك وما مستعد لا حتى حاجة ووقته كله مشى ليه مع الانترنت ومع مواقع التواصل الاجتماعي شارجي التليفون متشارجي ليه وهادي ونزيد القضية الوالدين كيقول لك يمشيو يشريو ولادهم النقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. النقلة صارت تباع وتشترى. بان راه ما كاينش شي حاجه لا اله الا الله جديه ولا معقوله ولا شي حاجه لا اله الا الله. وهذا خويا اللي عاودت لك دابا الله عيط لي الصباح كيدير شي سوال للدراري تبارك الله كلهم جابوا المعدل مزيان. كينقل لهم الخبره ديالو بالحب وبالاخلاص. هي تبارك الله الاساسيد اللي فيهم الاخلاص وفيهم الايمان راه يعتبر بان النجاح ديال ذاك الوليد نجاحا له. دابا كيكون غير جالس معاك يقول الدراري مثلا يجيب شي موضوع الباط هادي التخراج كذا كذا فهمتي. تبارك الله. ماشي بحال دابا ما عندهم سوق بحال الاستاذ راه باغي يعيق الرك
خدمه هذه كياديها، ما كاينش داك الشيء اللي كنتي كتعرف. لا لا مليكة، علاش دابا كاين اللي كيدوج اللوم لرجال التعليم؟ كيقول لك رجل التعليم اللي كان ايام زمان كان رسالي، عنده رساله في المجتمع ورساله في الحياه، ولكن اليوم رجل التعليم كانه ازال هذه القبعه ولا كيقلب على فقط الاجره ديالو وحقوق ديالو دون حقوق التلاميذ والطلبه. فعلا استاذ هذا الشيء اللي كاين. كان الاستاذ كيسالي خدمته كيقول الدراري اللي ضعاف جيو كيدير لهم الدعم مجانا. اييه فهمتي، باغي يقريهم باغي يشوفهم شي حاجه زوينه. دابا لا، كيدي السويعات ديالو كيمشي في حالاته صافي. وشنو هو السبب اللي خلى هذا الاستاذ يتغير؟ واش الواقع اللي مر؟ واش السياسه العامه؟ واش الوقت اللي خيبت؟ الواقع المر والبارتما بالكريدي ويخلصوا على دوم في البريفي كيتشحن ديك المنضله هذيك ما قداش، وكيلقى واحد اخر ربما قرا غير شويه وكيمتلك متاع الدنيا، السكن الفاخر والسياره الفارهه، هو قرا تشبع وغادي كريدي 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 صافي، كيقلبوا على الفلوس منين يجيبهم، اما شي حاجه ديال الصح ما كايناش. واش هذا خص الاصلاح، نراجعوا الوضعيه الماديه ديال رجل التعليم؟ بزاف د الحوايج، ولكن خص تكون واحد المراقبه وخص يكون طريق المستقيم. لان الناس اللي كانوا قدام رجال التعليم كانوا كياخذوا غير قليل، انا كنعقل كياخذ ما كلفش 1500 درهم 2000 درهم في الشهر، وكان عنده رساله وعنده مبدا وعنده كذا وقناعه ورضا، ولكن عنده رساله رفع اللواء. استاذ انا الوالد ديالي كان كيشد 25000 ريال في الكنزه. لا اله الا الله. وكلنا بها ومشربنا ومقرر بها الدراري، لان داك الشيء كان عن طريق المستقيم. كانت البركه معاه. كانت البركه. الزرع ديما في الدار، البطاطا، البصلة، زعما شي حوايج مهم ما تبقاش بلا ماكلة، ماشي ضروري اللحم ديما أولا كذا أولا كذا. دابا لا، دابا الدري كيشرط عليك اش ياكل. نعم، الأكلات الجاهزة اللي كتباع بثمن غالي خارج البيت. 30 درهم باش تاكل بعائلة كياكلها واحد. فعلا. إذا المسؤول ربما كاين حتى نمط الاستهلاك اللي صار عندنا في المجتمع، ان الاستهلاك المغربي في الاول كان الناس بسيط، الطبق المشترك، طبصيل ديال البطاطا وماطيشه وديال المرقه كيتزحموا على 10 اليدين، كسكسو نهار الجمعه. هي دابا الان كل واحد دابا الشيء طالع كيتشرط على كاش ياكل. لا اله الا الله. كيف كيبان لك هذا الجيل؟ ربما واش غادي يكون حتى هويا على الخطى ديال الاوائل، ولا ربما غيكون جيل غريب كيطرح علامات استفهام؟ على حسب التربيه اللي غنربيهم حنايا. لا اله الا الله. حنا اللي خصنا نفرضوا عليهم اشنو ياكلوا اشنو يديروا اشنو ما يديروش. وحنا شكون اللي غادي يعطينا المرجعيه؟ المرجعيه اللي غنعتمدوا عليها شكون هي؟ كاين شي كيشرق وشي كيغرب وشي عنده رؤيه مخالفه، اشنا هي المرجعيه اللي خصنا نمشيو عليها كمنظومه مجتمعيه؟ هو الانسان يجلس مع اولاده، الحوار، يكون الحوار. نعم، الحوار هذه كلمه طيبه ومقنعه، خاص الجلسه ويكون الحوار. أنا بنتي مهندسة، بعد الخز كتسقط المهم شي حاجة ما كتعجبك كنقول لها لا بنتي ما تقوليش بحال هكاك، ما تقوليش ما عنديش الزهر ما عنديش ما عندي. الإنسان اللي وصل لهذا الموصل ديال القراية وديال هادي وديال هادي وديال هادي الحمد لله راه وصل، راه عنده زهر كثير الحمد لله، وبقات شي حاجة غتكمل بإذن الله. قلت لها ما عمرك ما تقولي بحال هكاك. الإنسان اللي بصحته بعينيه برجليه بهادي يتبع طريق المستقيم والله يذكر الله. وهاد الشباب هاد الناس اللي كيعيطوا عليك دعي معانا دعي معانا، لا نتوما توضاو. اييه وصلوا جوج ركعات ولا اربعه وبكيو على الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله خير وصيه. انا دكتور كنت صمت لك واحد الدرس هضرتي فاش كنتو في الحج وتلفتو. اييه وقلت السيد اجي نقراو الى في القريشي. اييه واستهزأ بنك وقريتوها وداز داك الكاميو ديال السبيل. اييه نعم في الماك، قسم بالله استاذ صليت بها انا شحال من خطره، وكنت في واحد الضيقه نيت ما كذبش عليك. اييه ما عرفش الرزق منين جا. فعلا هذيك الايه راه كانوا كيستنجدوا بها الصلحاء لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. صحيح أستاذ صحيح. يعني الأمان من الخوف والإطعام من الجوع مشروط بعبادة رب البيت. آه.
تبارك الله عليك الحاجة مليكة. الحاجة مليكة دابا بنتك مهندسة تبارك الله ياك، وانت ربما مستواك الدراسي ربما يقدر يكون متواضع أقل منها، ولكن شنو اللي عندك انت وهذا الجيل الصاعد المثقف ما عندوش هاد القيم، هاد الروح الدينية، هاد الرؤية ديال الحياة اللي فيها واحد النوع من النورانية والإيمانية. هذا يا أستاذ كلها من التربية ديال الوالدة وديال الوالد مش الحق شلوح هو معروف يسأل السوس صالحين. وأنا كنت عندي الوقت نسمعك واحد الأوديو ديال اختي ديال الشعر في الأب ديالي تبارك الله، وكانت راه هضرت على الموضوع ديال المراهقة وما كنتش كملت، كانت الوالدة كتطلع تسد على خوتي الفوق باش ما يخرجوش في الليل. إيه ما كاينش داك الشيء عندنا ديال هادي ولا التعطال ولا كان الحكام كانت السلطة بزاف، كانت الوالدة كتربي كيجي الوالد في العشية كيصلخ هذا جدار اليوم شنو هذا دار هذا ما دارش هادي هادي ما دارش هادي، ومني كتجي العطلة كل واحد بغي فين كتدي شي كتشي عند النجار شي عند الخياط شي عند الميكانيك كيترجلوا كيتعلموا حرفة. وفعلا انا خويا راه كاين شي حاجة في اليديك ولا جبد لك الحوايج خيطهم لك ما شاء الله تبارك الله اللي داس على الراس مزيان شي كله دكتور التربية الوالدين. واش الوالدين استقلوا من التربية وعطوا المهمة للمدرسة والأساتذة ولا عطوها للشارع ولا عطوها للإعلام ولا مواقع التواصل الاجتماعي لما نعطوا المسؤولية للوالدين؟ واش نقول لك يا دكتور حنا هادشي ما عشناش فيه هادشي ولا كيخلع بزاف شي ديال العولمة. نعم خرجت على الدراري بزاف ولا الناس ولا تاد الرجال اللي طالعين ما لا إله إلا الله الوالدين بهذا هادو اللي طالعين ما اللي خصهم يتربوا بعدا لا إله إلا الله فاقد الشيء لا يعطيه. هذا صراحة أستاذ لا إله إلا الله لا إله إلا الله كنشكرك لالة مليكة على هذه النصائح الوجيهة. كنشكرك بزاف عندي بزاف المداخلات ما كيشدش ليا الخط. هي لالة مليكة ما تبخليش علينا من الآراء ديالك، أنت الحمد لله واحد نموذج ناجح، نموذج سوسي ناجح فيه القيم فيه الأخلاق فيه المبادئ ومحتاجين مثل هذه التوجيهات. هناك أسر متعطشة كيسمعوا فينا الآن ما لقوش اللي ينصح ما لقوش اللي يرشد وما لقوش اللي يوجه، وحنا كنفرحوا ملي كنلقاو نماذج ناجحة كيعطونا إرشادات ونصائح كنستفدوا منها جميعا. لا الحمد لله الحمد لله كاينين أسر دايرين كاينين ماشي ما كاينينش ايوا الحمد لله. شكرا لك لالة مليكة. شكرا دكتور بارك الله فيك الله يصلحك ويحفظك ويخلي لك وليداتك. لالة مليكة أثارت مجموعة كبيرة من القضايا المجتمعية التي نحن في أمس الحاجة إليها. طبعا البكالوريا بين أيام زمان وفي الوقت الراهن، طبعا الزمن له دوره في تغيير الأشياء، فالبكالوريا بعد الاستقلال كانت تساوي دكتوراه الدولة وكانت المواد جد مكثفة، والدليل على التآليف والكتب التي كتبها عدد من أعلام المغرب وكانوا عندهم مستوى بكالوريا، يعني هناك كتب ممكن أن تعطيهم شهادة دكتوراه فخرية. عدد كبير مثلا الشيخ عبد الله جنون اللي كان عصامي وقرأ واحد المستوى بسيط ولكن كتب كتابا صار بعد ذلك مرجعا في العالم العربي بأسره، النبوغ المغربي مثلا، هذا كتاب عظيم صاحبه عنده أقل من بكالوريا ولكنه يستحق شهادة دكتوراه فخرية. كتاب المعسول للمختار السوسي مثلا وكان تعليم كلاسيكي تقليدي هكذا يقال بين قوسين، ولكنه كان تقدمي وكان حداثي وكان موسوعي وكان حقوقي وكان مستقبلي، كان كتاب كبير ضخم ويستحق عليه أكثر من دكتوراه فخرية. فالتعليم أيام زمان كان قوي وكانت المواد مكثفة وكان التلميذ يتعامل مع المكتبات، إذا أراد أن يبحث في قضية يمر على عشرات القضايا في الآن واحد فيصير له فكر موسوعي وتصير له ثروة لغوية كبيرة وبالتالي يستطيع أن يبدع. لكن اليوم لالة مليكة قالت لك كاين النقلة كتبع، وتصور معي النقلة كتبع والوالدين كيمشيو يتفاوضوا باش يشريوها. علاش وصلنا لهذه النقلة؟ لأن القضية كلها مرتبطة بالمفاهيم، وهي أن بعض الآباء وبعض التلاميذ كيعتقد بأن البكالوريا هي حرب
كما ذكرنا والحرب خدعة ولا ينبغي أن تستعد لها بكل الوسائل، فهذه فتوى جاهزة من أجلها بدأ بعض التلاميذ لا يستحيون أنهم يستعملون هذه النقلة. نسأل الله السلام والعافية. شكرا لك لنا مليكة، وغنحر مكالمة أخرى على الخط. نتحول إلى حد السوالم، معنا السي عبد الإله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف داير عمي قريبان؟ بارك الله فيك عبد الله، الله يطول عمرك. تحية لك وتحية لجميع المستمعين. جزاك الله ألف خير. ربما تذكرتيني أنا هو إنسان أنك دير الكفيف كي تجي عندك الاستوديو. أيه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عبد الإله شاب في العشرين من عمره، طويل القامة، وسيم المنظر، مهيب البنية، ولكنه فاقد للبصر، وظروفه العائلية أكثر من صعبة. لا إله إلا الله. عمي قريبان عيط لك دابا، عمي قريبان عندي مشكل كبير عمي قريبان، وبغيت نحكي للناس قدام الناس. أيها خويا عبد الله، عندي قصة كبيرة ما نقدرش نخبيها للناس، عشان كنصلى وخاف الله. أيها، احنا كلنا أذن صغير. تفضل ولدي، الله يفرج عليك وربي يفتح لك أباب تيسير، أنت محتاج من يأخذ بيدك. أنا أستاذي عمي قريبان أنا ما بقاش كنشوف صافي، ما قلتش لك تدعي البيبان في وجه عمي قريبان، وعندي إخوتين جوج. إيه؟ ما قلتش لك ما تقبلتهمش، يعني مش عويز ما تقبلتهمش راسي. الإخوة ديالك؟ جوج إخوتي. بنات؟ بنات. وأنا حكيت البنات عندكم الفقر في العائلة والظروف صعبة. الفقر العائلة، وأنا خدام عليهم كنت نبيع الكار ونجيب ليهم، والناس كتعاوني، يعني أنا باك الجزائر كانت الضار كيرفعوا عليا الناس كيتعاونوا معايا، ولكن اخوتي كيمشيو كيفسدوا. لا حول، واش الفقر هو اللي خلاهم يمشيو يفسدوا وخلاك انت تبيع السجائر؟ لا لا، ما خلاوش يمشيو الفقر، فقط كنعيشهم بخير. انا ما كنشوفش الناس كيتعاونوا معايا، كيتحرصوا معايا الناس. ولكن دابا الناس وقع لي واحد المشكل معاهم، دابا كتخاصم مع اختي الصغيره. اييه، وكنوقع لي في الحبس تدي السجن. الله الله الله، ما كنقولها وما يعني الدمعه في عينك هو ديال السيد، ما شعرتش حنا نخبيش الناس، حنا كنصلي وكنخاف الله. اييه فعلا، انا لمست فيك الايمان ملي تحاورت معاك وجيت عندنا للاذاعه، شعرتك بانك شاب فيك قوه الايمان وفيك الرحمه وفيك الغيره وفيك الرجوله. ودابا استاذي دابا انا ما عندي فين نسكن، ما عنديش والو، انا شي انسان اللي تكفل بيه دابا، ما ماشي عائله، وهما كيحرشوهم ويقول لهم ما بقاش عندكم، غيدير لكم غيفعل لكم غيدير لكم غيدير لكم غيدير لكم. وانا استاذي انا ما كنديرش استاذ، صافي الحس صابور، درت 8 شهور استاذي، 8 شهور سجن ما كنشوفش. انت مكفوف وعندك الحبس 8 شهور؟ 8 شهور استاذي، انا حبس الدنيا، حبس اخر استاذي، حشومه رد رقم بغيش انا تكرفس السيده، ماشي ما تكرفس، حشومه عيني تكرفس من عينيه، تكرفس من الحوايج، من المتيه، من الملابس، من الغطاء، ما كاينش حاجه، ما كاينش جمعيه، ما كاينش شي حاجه. انا ما عنديش فين نسكن، ما عنديش السيده، ما عنديش ناس تكفل بيا ولا شي واحد تتزوج بيا، ما عنديش السيده، انا كنطلب من الناس، كنطلب من الله سبحانه وتعالى. سي عبد الإله، اشنو العمل اللي ممكن تقدر ديرو؟ تبارك الله من حيث البنيه ديالك، رغم انك مكفوف، كتبان لي تبارك الله بالميديا ديالك كتبان صحيح وطويل وصحيح وتبارك الله وعامر، يعني اشنو هي المهنه اللي ممكن تقدر تديرها، او الحرفه، او اي حاجه من المؤهلات؟ ما مغسل باش ناكل باش الخبز باش الكارو ولا العصير والسير، ما خليك ما درتش والسير. يعني البيع والشراء، البيع والشراء مزيان لك. البيع والشراء مزيان لي، ولكن انا مابقاش حامل المدينه نسكن فيها والسير، مابقاش حامل فيها، يعني الناس كتشوف فيا تشوف ناقصه. ضروري الانسان الا كان عنده واحد الماضي شويه خصو يبدل، ارض الله واسعه. الناس كتشوفك انك داخل السجن بانك ما كتشوفش، يعني اي تشامل يعني صحيحه ماشي كذوب. أو سيدي ما مرضيتش، انا ما تقبلتش، انا بان اخوتي كيف ذوق، وتليفوني كيصوني كنصور على اختي ما كتجاوبنيش، لان داويه في التليفون في الفيسبوك مع واحد اخر في تليفوني. واش غير كتعرف عليه ولا كتفسد لنا فرق كبير بيناتهم؟
لا استاذي كتسد، انا ولد ولد ما ما ماشي ما ولد والده ما مشي بوراقي ما مجوجه ما دير راه كاع طلو والو شي حاجه حتى الاخر استاذ، انا ما تقبلش داكشي استاذ، انا ما داكشي ملي كان الوالد رحمه ما داكشي ما كانش هي الكرامه ديالكم والعزه ما تقبلش نهائيا. انا شخصيتي يعني ما بغيتش نزح في شخصيتي، ما يعني انا صرعت ضربتها شغل ضربتها وين عطوا لي جدار مية جاو دوني يعني ما تقبلتش داكشي استاذ، ما تقبلتش انا ترى تسرعت انا استاذي. لا اله الا الله. ترى تسرعت ودابا كنلقى مضايقه، كنلقى مضايقه من جهه هما كيحرسوا علي الناس، كيحرسوا علي الناس كتقوا لي شحال مرات تضرب، شحال مرات تلبس رجليا، شحال من واحد ضرب لي مام، ولكن نقول الحمد لله انا بغيت نخول المدينه وما قديش نهز راسي نزيد استاذي. لا خصك تخول المدينه الى الخدمه، الحياه تاع في واحد المدينه وقع فيها واحد النوع من سوء التفاهم او اصطدام، ربي قال لك الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، نبدل العتبه. استاذ انا مشيت لبرا حاكش كيف لتركيا. انت وانت مكفوف قدرتي انك تحرق وتمشي لتركيا؟ مكفوف استاذ مشيت لتركيا. كيف السي عبد الاله كيف درتي تمشي حتى تركيا؟ واش مشيتي عبر البحر ام عبر النقل الجوي ام كيف؟ اوراق استاذ ما كنتش اوراق مدرحين استاذ، انا ماشي مخزن يا صافي خلي داكشي مستور، خلي داكشي مستور. وصلتي لتركيا كان عندك امل انك اقصاري استاذ اقصاري، الناس تعرفني لكن الناس كتسامع لي غادي يعرفون الناس. اي اخويا اي كان عندك امل انك تلقى خدمه تما وحياه جديده. بغيت نحسن وضعيه باش نصوب دارنا باش نحسن وضعيه، ولكن خوتي ما كيقولوش من اي فصي انا يعني انا بغيت كنشجع اي شي حاجه ربي كيسهل عليا، ولكن شي مجهود خوتي ما كيخلوش ربي يسهل عليا، كيبحوا عليا الدير كيبحوا عليا التصور داكشي في راسي تحل من راسي كتلقى بزاف. انا تصور استاذ مؤخرا انا استاذ باش نجد تحل مخده، انا ناعس الزنقه جيت مخده عبد الاله انقلب قلبه وعلى عقله وديت الفقيقة هي حشومة الناس كيديروا في التاع عما وكيديروا في كل شيء، هذا قبل شيء عما من الورش واش عامين من الورش واش ما عرفنا الناس، انا سمعت من كل شيء سمعت في كل شيء، انا مي مدرغين علي مخبين علي مي اللي باقي عندي في الحياه وانا ما كنشوفش راه حشومه لا اله الا محمد رسول الله، طبعا مي نشوفها بغيت نشوفها مي هي من حقك وما خلونيش استاذي، ما خلونيش اللي يقف معايا شكون يقف معايا استاذي، انا راه كيهدر الوصف على شي ولا عندي. فين كاين هاد الامه خويا عبد الاله؟ فين كاين؟ عندي في السواله بصح السواله كاين هنايا وكتقول كنتي معاهم وكنتي معاهم استاذ، وانا خصني ما كنشوفش شكون يقول لك بويا كاين امك كاين اختك اللي كتلقى معايا واحد ما تقولوش لي كاين هنا يقشر لنا يدير لينا يفعل لنا حشومه استاذ باش نقتل المريض. صاحب الاله دابا الوالد ديالك توفى، الام ديالك غريبه عليك، خواتاتك مخاصمين، مع من كتعيش دابا الان صاحب الاله؟ شكون اللي معك في الطريق؟ شكون اللي معك في الحياه؟ دابا حاليا مع شي ناس استاذ، مش لك استاذ الله عمرها الدار ولاولادهم ولا كل شيء استاذ، ولكن انا ما خصني انا ما تقبلتش انا الشيء اللي كيقولوا فيا الناس كيقولوا فيها اجي كيكذبوا عليهم، داك الشيء كيكذبوا عليهم وما عارفين الحقيقه، عارفين الحقيقه ولكن كيكذبوا عليهم كيكذبوا عليهم وعارف الحقيقه، كيقول لهم والله قلت شي حاجه ندمركم، يعني خايف منها. لا اله الا الله، الله يفرجك. انا ما قديش انا ما كنتش وسط انا ماشي واحد شكون ما كاينش وسط انا نتزوج نستر راسي نستر ماشي واحد تسترني انا نستر تلقى شي من الناس ربما تزوج معها، ربما يكون عندها القدره على السكن توفر السكن او كذا او تكون شيئا من ميسوره. بغيت نحزم الاسره من البلاد ما خدامهش يا وسط البلاد، يعني عشت فيها بزاف يعني امي عمرها في العزق الزياره، يعني في كاين صحاب با ما عمرش تسمى كتشي اختي تسمى كدو عندهم كاملين كتقول له كيضربنا كيدير لنا كتصوت كيضرب امه، ولكن امي كتلقى مع صحابي وكتلقى مع صحاب الوالد كتقول لها عمو قاصني انا خواتاته كيتعافر معاهم يعني كي ولكن سعد الاله حد السوالم اللي انت فيها هي مدينه ناشئه مدينه جديده، واللي زارها كيبان لي بان كاين فيها خير كثير، كاين رواج اقتصادي وتجاري وكاين بناء عقاري كبير وكاين واحد المجموعه ديال المنشات، واش ما لقيتيش شي مقر فين ممكن تدبر الشؤون ديالك تما وتقرب العائله وتصالحوا وتجمعوا الشمل؟ استاذ انا عايش استاذ انا باش شي مأذونيه اللي ناخذها مع الناس في جنب البلدي ولا في الجماعه عيش معاهم استاذ، انا تعطيت الشمل وقال لي خذ بقعه ارضي عندهم وانا نجهز لك كامله، وهاد الناس ما بغيتو معايا والو، عيش من المظاهرات عيش بتصرفات ما عيش ما فيهمش دوز
ربما الجماعه تقدر تعطيك مثلا كيوسك مثلا او تعطيك مثلا واحد او رصيف رصيف ديال ديال الكارديناج او كذا ديال الحراسه والو قالك تما كتشوف يعني ما غندير معك والو لا غتقدم تقدم طلب ان شاء الله تعالى وغادي يكون خير باذن الله قدمت طلب وصل قدم طلب تاعي قدمت طلب العامل سيد العامل قال لي برشيد برشيد قال لي يا ودي قال لي صور لي مسائي صورت لي عطيت ولدي قال لي ودي قول رئيس البلدية عطاك بقعة أرضية وجيب لي أنا نسلم لك نجهزها لك ود السيد رئيس البلدية ما بغى يدير معايا والو السيد يعني هو ما لي والو يعني فوق منه هي اللي يتحكموا في الناس أنا البلاد ما بغيت نسمح فيها وبغيت نزيد ما وصلت أنا بغيت شي الناس اللي يعاونوني الله يجزيكم بخير بلا ما نقولوا أننا نسمحوا في هذه البلاد هذه بلادنا وأرضنا وأرض آبائنا وأرض أجدادنا وغناضلوا وغنكافحوا باش نضمنوا فيها حياة مستقرة وآمنة ومطمئنة إلا جا كل واحد غيفكر يغير البلاد شكون اللي غادي يبقى في البلاد وغادي يحافظ عليها حنا كلنا جنودها وحنا أبناؤها وحنا كلنا اللي غندافعوا عليها لا اله الا الله شكرا لك سي عبد الاله حنا نحتفظوا بالرقم ديالك سي عبد الاله من حد السوالم فعلا زارنا هنا في الاذاعه منذ شهور شاب وسيم تبارك الله يعني طويل القامه وعريض المنكبين يعني الصوره ديالو الهيئه ديالو ممتازه عمره تقريبا 23 24 سنه وفيه رجوله وفيه قوه ولكن خانوه العوينات وكيبان طموح بغى يوصل ولكن كيلقى عراقيل سمعتوا بأنه كيفاش سنه صغير ووصل أنه يحاكم ويدخل وراء القضبان يقضي 8 أشهر في السجن دار محاولة ديال الهجرة سرية وصل إلى تركيا وهذا مشكل قد نتطرق إليه فيما يستقبل شباب كثير هاجروا إلى هناك ما عرفش الوجهة ومن بعد كيبقى دائما هناك واحد ضياع ويعودون إلى أرض الوطن راه حتى واحد ما غادي يقبل عليك الا بلادك كيقول لك قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس وان شاء الله ربي غادي يكتب الخير وهذا واحد نداء للمسؤولين في هذا البلد الامين ان هذه الفئه من ابناء شعبنا هم اخوتنا وابناؤنا عندهم واحد العجز في مواجهه الحياه لان عندهم واحد الضعف بسبب أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة محتاج إلى الدعم محتاج إلى من يأخذ بيده محتاج إلى التمييز الإيجابي التمييز الإيجابي هؤلاء أحق الناس به كنتمنى بإذن الله تعالى واحد سياسة جميلة كانت معروفة بها الجماعات المحلية في وطننا إلى عهد قريب وهي أنها تعطى امتيازات لهذه الفئات عبارة عن أكشاك دي كيوسك أو رصيف للحراسة أو قد يكون بعض الدعم في المجال الاجتماعي حتى يتمكن من كسب قوت يومه بعرق جبينه يبدو بأن عبد الإله يواجه مشاكل كثيرة مواجهة مشكل الصحة فقدان البصر مواجهة مشاكل العائلة الخيوط تشابكت لديه ثم المشكل الكبرى هي مشكل الفقر والحاجة وهذا النماذج نريد إن شاء الله أن نتعاون وإياكم أيها الأحباب الكرام في الحلقات المقبلة كيف نحارب الفقر كيف نعيد المياه إلى مجاريها بين الإخوة والأخوات والعائلة والأحباب كيف نتعلم التسامح ويستر بعضنا بعضا لأن الذي وقع ربما في الخطيئة أسباب دفعته إلى ذلك فهو ضحية وليس بمجرم محتاج إلى من يستمع إليه محتاج لمن يضمد جراحه ويمسح دموعه وأيضا كيف نتعاون على وضع سياسة عامة خاصة بالخدمات الاجتماعية لهؤلاء الفئات المعوزة الرأي لكم والوقت بيننا وبينكم وكل يوم نلتقي في نفس الموعد نطرح مشاكلنا ونضع الحلول المرتقبة ونحلم من حقنا أن نحلم نحلم بحياة جميلة حياة راقية حياة مطمئنة حياة مستقرة وهذا الحلم قريبا سيتحول إلى حقيقة بإذن الله نحن عندنا ضمانات قوية في هذا البلد الأمين الضمانة الأولى بعد الله جل جلاله عندنا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الذي صار يلقب بالملك الإنسان من خلال السياسة
الإنسانية والاجتماعية التي يقودها ويغرسها في قلوب أبناء المجتمع. علينا أن نستثمر هذا المعطى لكي نبني مغربا مستقبليا يقوم على النجاح، يقوم على التضامن، يقوم على التكافل، ويقوم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بارك الله فيكم أجمعين، وأصلح الله بالكم، وكل عام تصبحون على وطن. مع السلامة ورحمة الله وبركاته.